hors de question que tu boives le mien. Et pourtant, j'y compte bien. Salam alaikum, on se dira, Malcolm Joker. اليوم قررت أني نجي ونضرب الدارجة باش كلشي يفهمني. تحياتي للأصدقاء اللي كيشوفوا وديديكاس كبير للناس اللي كيدعمونا في القناة، ومنهم آية، إسماعيل، محمد، عادل، أنوار، عمر، مهدي، منير، إسماعيل، وكذلك مروان في الديار الفرنسية. شكرا جزيلا لكم لدعم القناة. نظر لكم على شخصية جديدة، ألا وهي شخصية جاكي بريدج. جاكي بريدج كما كتعرفوا هي بنت جاكس. جاكس معروف باليدين الحديدية، اليدين الحديدية اللي تخليه يغلب أي شخصية كاينة في مورتال كومبا. مورتال كومبا أعزائي هي من الألعاب الإلكترونية المعروفة اللي كانت منافسة لستريت فايترز. ستريت فايترز اللي هي معروفة بالألوان ديالها، أما المورتال اللي هي معروفة بالدموية ديالها. نرجع لقصتنا على جاكي بريدج. جاكي بريدج هي شخصية قوية في مورتال كومبا 11، كانت في مورتال كومبا 10، ولكن شخصيتها ما كانتش قوية بحال هاد الشخصية اللي كنشوفوها في مورتال كومبا 11. كما كتشوفوا بانها عندها لعاب بزاف، هنا كنلقاو بانها عندها حركات غير عاديه، هي اندرويد يعني عندها عضلات روبوتيك. جاكي بريدج كما كنشوفوا هنا الشخصيه القويه غادي تنازل كوتال خان. كوتال خان اللي خدا الملكيه الشوخان، شوخان المعروف في المورتال كومبا 2 و 3، وكذلك في عدة. كما كنعرفوا بأن الشوخان الشخصية البارزة في مورتال كومبا، هناك تواجد شخصية كوتال خان اللي كيتحول لنمر أسود. كما كتشوفوا ضربات ديال جاكي بريدج هي خطيرة جدا، كتلعب شوريو، كتضرب رجل، كتضرب اليد، عندها سلاح، كتلوح، كتصيفط شي حاجات خيالية. المهم كنلاحظوا بأن شخصية جاكي بريدج تقدر تنافس أقوى شخصيات مورتال كومبا 11. هاد الشخصية كما كتعرفوا بحال بنت شخصية ما عجبتش الناس بزاف مورتال كومبا، ولكنهم كيقدروا يلعبوا فيها اذا كانت منافسات او تورنوا. كما كتعرفوا بان شخصيتي اللي هي الجوكر بانت مؤخرا في لعبه مورتال كومبا 11، وانا مفتخر بعد القضيه. ومن بعد ظهرت شخصيه سباون، شخصيه سباون اللي تا هي من كانت من وحي الافلام، واللي هي ظهرت في هاد مورتال كومبا 11. كنتمنى ان القصة نالت اعجابكم، واتمنى المزيد من الانخراط والتدعيم ببعض اللايكات وشكرا. كانت معكم قناة Games to Animes، وشكرا للجوكر، تحية كبيرة من طنجة القويرة المروكي. تحية خاصة للناس اللي حصلوا معنا هنا في المغرب وجاو من فرنسا، روشدي اللي دابا متواجد في لوسيون، والعمر كذلك، والسي امين كنوجهوا ليه التحية الخالصة، والترياس اسماعيل اللي بغينا يدير لنا واحد سكيتش او يدير لنا الطبخ. تحية خاصة المهدي اللي كاين في الديار الفرنسية، وكذلك المونير نوم الكليكة اللي ما عمرها ما تنسى، كليكة كول بويز اللي فلست في لي زورونجي، كول بويز اللي هما حنا. كملوا من راسكم، الجوكر كان معكم، تحية خاصة. وما نساوش الناس اللي قراب لينا، يونس، كريمة، وهدى، شكرا.